توفيت جنابكم ان جلالة الخليفة المعظم بلغه اضطرابات الفتنة في بلاد نجد وان يدا اجنبية محركة لها، فاننا ننذركم انذار بعد ما هو اللي تبي، اذا لم تأتنا وتبين الاسباب التي حملتك على اضرام الفتنة وتولي امركم الذي تجب طاعته بنص الاية الشريفة وخليفة الله ورسوله السلطان عثمان. فأنصحك نصيحة مسلما لمسلم أن تسرع إلى الطاعة واحذر العصيان، والله على ما نقول وكيل. رد الملك عبد العزيز الله روحه المستعان جناب المحترم حسين شكري هذا سلام ولا شيء، فهمنا خطابكم إلى آخره، وأما قولك إن أمير المؤمنين بلغه أمر هذه الفتنة في البلاد العربية وما هان عليه إلا إصلاحها، فسبحان الله فتخفى عليه حقيقة الأحوال وهو المضرم لها وهي غاية مقاصده، وكان يمكنكم أن تدخل منذ 4 سنوات في بادئ الأمر قبل استفحاله وقبل أن يداخلنا الشك في سوء أفعالكم. أما الآن فلا نقبل لكم نصيحة ولا نعترف لكم بسيادة، والأحسن أن ترجع من مكانك الذي أنت فيه إذا كنت تحب لا تحب سفك الدماء، وإذا تعديت مكانك هذا مقبلا علينا فلا شك إننا نعاملك معاملة المعتدي علينا، وقد قال الله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وخلاصة القول إن العمال الذي رأيناهم من الأتراك خائنون منافقون، فلا طاعة لكم علينا بل نراكم كسائر الدولة الأجنبية.